نشوف بقى مع بعض حاجة جديدة وهي الفور لوب أو عملية التكرار. لو أنا عايز أكرر حاجة عدد معين من المرات، بكتب فور وعدد المرات اللي عايز أكررها، بكتب الحاجة اللي عايزة تتكرر أو الحاجة اللي عايزة تتعمل يعني. فأنا عندي هنا أكتب S بيساوي من 1 لـ 4، يعني نفذ اللي جوه دوت من 1 لـ 4، يعني في كل مرة تاخد مرة واحد بعد كده تنزل تشوف ايه اللي عايز يتعمل، ان هو يظهر لي الاس، فيظهر لي الاس بكام؟ بواحد. بعد كده يطلع ياخد باتنين، يظهر لي الاس، اس كانت بكام؟ باتنين، وهكذا. ممكن نجرب ونشوف. طبعا لازم نكون مسيفين الاول عشان ننفذه. F5 اهو ظهر لي ولا وظهر لي ورا 1 2 3 4، ماشي. نشوف برنامج تاني دوت بيعمل لي ايه، بيكتب لي ماتريكس، بيكتب لي ماتريكس. اول حاجه هياخد الفور اللي جوه، قصدي اللي بره، بواحد. بعد كده يخش الفور اللي جوه، يبقى دي اسمها نستد فور، ماشي. ياخد الان بواحد، اكس اوف ام وان يعني واحد وواحد، طلع النتيجه. بعد كده في اللوب اللي جوه ياخد الان باتنين والام بردك بواحد، بعد كده ان بتلاته وياخد بردك الايه الام بواحد. خلصت الفور اللي جوه، يطلع ياخد رقم الفور اللي بره، هي كام؟ هياخد الاتنين، هتبقى اتنين. بعد كده ياخد واحد، اتنين، تلاته. بعد كده ياخد الايه فور اللي بره، تلاته في الام، بعد كده 1 2 3، وهكذا ويظهر لي نتيجة. ولازم نكون مسيفين وننفذ ونشوف. هو 5 طبعا، هو انا ايه نشوف عشان كنت حاطط سيمي كولون، حط اكس، ظهر لي النتيجة، دي نتيجة الشغل بتاعه. نشوف بردك حاجة تانية زي الفور بالظبط، وهي الهوايل لوب، لكن الفور هي الاكتر ايه استخدام. بيعمل ايه في الفور؟ بياخد قيمه مبدئيه، قيمه مبدئيه باتنين مثلا. بعد كده طالما الاكس دي لسه اقل من 1000، اعمل اللي موجود جوه. طب اللي موجود جوه ايه؟ بيربع الاكس، يبقى ياخد اكس باتنين. اول مره يربعها تبقى 4، لسه اقل من 1000، يسال نفسه اقل من 1000، يروح واخد 4 مربعها تاني. لسه 16 دي بقت اقل من 1000، ياخد 16 يربعها، وهكذا ماشي لغاية ما يوصل لقيمة عدت الألف. حتى لو 1001 يروح ايه فاصل البرنامج وخارج بره اللوب. تعال ننفذ كده. طبعا منحطش هنا سيمي كولون عشان يظهر لي النتيجة، زائد ان احنا لازم نكون عاملين سيف للايه للبرنامج. شوف النتيجة ورا اهيت، دوسنا على F5 اهو، اكس باتنين، لسه اقل من 1000 ربحها بقت 4، لسه اقل من 1000 ربحها 16، لسه اقل من 1000 بقت 256، لسه اقل من 1000 ربحها طلعت كام؟ 65536. اقل من 1000 لا، عدت ال 1000، يبقى يخرج بره، يخرج بره اللوب، يخرج بره اللوب. نشوف حاجه تانية بستخدمها في البرمجه، وهي ايه الكونديشنال اف او اف الشرطيه. وهي لو انا عندي شرط معين اتحقق تنفذ لي مجموعه من الستيتمنتس. فمثلا لو كنت طالب من اليوزر يقول لي عايز يجي يعمل عملية جمع ولا ضرب ولا طرح ولا قسمة في برنامج، فلو قلت له جمع حط لي اكس مثلا بتساوي 1، فلو شاف هنا اكس بتساوي 1 ينفذ عملية الجمع اللي موجودة هنا ويظهر لي النتيجة زي ما نشوف بعد كده في بعض البرامج. طيب نفترض ان هو دخل بدل اكس بتساوي 1 دخل اكس مثلا بتساوي 2، اللي كانت بتعبر عن عملية الطرح. طب يعمل ايه؟ ماشي. شوف إلس أو إف إلس، فهيخش هنا يلاقي هنا الإكسبريشن ده أو الإكسبريشن ده مش صح، فمش هينفذ اللي هنا. أي حاجة تانية هينفذ الإكسبريشن اللي هنا. طب نفترض إن هو دخل مثلا، إحنا قلنا إن الجمع بواحد والطرح باتنين، طب الضرب بتلاتة، طب هو لو دخل تلاتة برضك هينفذ اللي هنا. فأنا عايز أحدد له وأقول له إيه، الجمع بواحد، الطرح باتنين، الضرب بتلاتة، القسمة حط الاكس بكام؟ باربعة. يبقى استخدم ايه؟ الاف الس اف، هيشوف اول اكسبريشن صح ينفذ اللي هنا. الس اف في تاني؟ لو ده مش موجود يبص على ايه؟ الس اف. الشرط التاني اتحقق؟ ينفذ ده، متحققش يبص للشرط التالت ينفذ اللي هنا، متحققش اي حاجة تانية ينفذ الامر دوت، ويعمل اند في الاخر، يعمل اند في الاخر ماشي. ها
هنشوف دلوقتي ازاي بقى نتعرف على دالة ونعمل دالة ونتعرف عليها ونستفيد بيها في وسط البرنامج عندي. فانا عملت الام فايل دوت لحل معادلة تربيعية، بكتب فانكشن اكس بتساوي كوادريت A و B و C، يعني هدخل لي ال A وال B وال C. ماشي، ده بحتاجهم فين؟ في المعادلة التربيعية بتاعتي اللي هي كان القانون بيحلها، اللي بيساوي سالب B زائد او ناقص الجذر التربيعي ال B تربيع ناقص 4AC على 2. بكتب اول حاجة الجذر اهوت، واخد سكوير روت، يعني الكلام ده كان تحت الجذر وده السكوير روت بتاعه. بس تخلي بالنا ان انا لازم اعمل عملية كل حاجة بايه، بالدوت اس 2 دوت في دوت في، وبرضك الاسم لازم يكون بالدوت، يعني ممكن يكون اللي داخل عندي مصفوفة. طبعا انا بعمل عملية الضرب في المصفوفات هنا عن طريق الدوت عشان يضرب العناصر الايه المتناظرة. وطلبت منه يظهر لي الاكس 1 بتساوي ايه والاكس 2 بتساوي ايه. خلاص، فانا لو جيت في اي برنامج رحت مشير للدالة ديت بارقام معينة، فانا اتخيل انا كنت ماشي في البرنامج دلوقتي ورا، طبعا لازم اكون سيفتها الاول باسم مثلا وليكن كواد ريت، واقول له سيف، طبعا هو موجود قبل كده، اقول له يس سيفه لي عليه، واجي هنا اكتب له اما اجي استدعيه في اي برنامج اكتب له، طبعا استدعيه واحط معاه ارقامه. ماشي، ممكن يكون ملف موجود بينفذ برنامج تاني لوحده، خلاص حسب مدخلات انا بدخلها زي ما نشوف بعد كده في بعض التطبيقات، لكن هنا بكون انا بستدعي الحاجه وبدي له مدخلات مع الاستدعاء بتاعي. كواد اندر سكور ريت اوف، هدخل ال A ب2 وال B ب3 وال C ب1 ونشوف النتيجة يديني سالب نص وسالب واحد. طبعا الكلام ده كنت ممكن اعمله بسرعة يعني عن طريق اللي هي الروتس، يعني ممكن اكتب هنا معادلة او اكتب بولونوميال فيها معامل الاكس ب2 قصدي الاكس تربيع، وبعد كده اكس ب3 ومعامل او الحد المطلق ب1، واقول له هات لي الروتس اوف ايه، طبعا هيديني الروتس اوف ايه على طول. بس انا ايه عملت الكلام اللي فوق دوت عشان نشوف ازاي ممكن ننفذ امر ايه الفانكشن بتاعي، ان انا اكون حاطط الفانكشن في ملف وانفذ الداله دي في ملف تاني خالص بقيم انا بدخلها له مع الامر.